الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم فهم كتابه والعمل بشرعه، وأسأله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير سورة هود، نتناول فيه قصص أنبياء الله، وأولها قصة نبي الله نوح عليه السلام. فإن الله جل وعلا لما أنزل آدم من الجنة لبثت ذريته تعبد الله وحده مدة من الزمن، ثم إن الشياطين اجتالتهم وصرفتهم عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام. فمع أن الأصنام بين أيديهم، وأن هذه الأصنام يتصرفون فيها هم، وأنهم هم الذين يصنعونها، إلا أن من العجب أن تجد أن الإنسان يخضع لهذا الصنم الذي لا يغني عنه شيئا. وأذكر هنا بأربعة أمور تشتمل عليها قصص سورة هود. أولها أن دعوات الأنبياء عليهم السلام تركز على التوحيد بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. وثانيها أن الأنبياء يدعون الناس إلى أن يستغفروا وأن يطلبوا من الله العفو والتجاوز عما كان منهم. وثالثها أن الأنبياء عليهم السلام يواجهون مضادة من أقوامهم وحملات شعواء تجاههم. ورابعها نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين المكذبين. ولعلنا نستمع لآيات سورة هود التي تتحدث عن قصة نوح عليه السلام، فليتفضل القارئ بارك الله فيه ووفقه للخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم
أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة نبيه نوح عليه السلام فيبين أولا أنه قد أرسله الله جل وعلا أي جعله مبعوثا يرشد الناس على ما فيه خيرهم ويحذرهم مما يلحق الأذى والضرر بهم فقال ولقد أرسلنا نوحا هذه القصص قصها الله جل وعلا على نبيه عليه السلام وعلى أتباعه من دعاة دينه ليقتدوا بأنبياء الله ويتعلموا من صبرهم فيكون ذلك من أسباب استمرارهم في الدعوة فإن من علم أن دعاة الله من الأنبياء لقوا ما لقوا من الأذى والتكذيب والإشاعة الكاذبة المغرضة هان عليه ما يلقاه بعدهم قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وذلك أنه لم يكن على الأرض في ذلك الزمان إلا قوم نوح لقرب عهدهم من آدم عليه السلام وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد بعثه للثقلين الجن والإنس قال نوح لقومه إني لكم نذير مبين أي أنه بين لهم أنه يخوفهم من عاقبة سوء تكون لهم بسبب استمرارهم في شركهم وصرفهم العبادة لغير الله من الأصنام ونحوها وقوله مبين أي واضح الدعوة فكلامه مفصل مبين لا خفاء فيه ولا إجمال وأدلته واضحة أقامها الله على العباد فلا خفاء في هذه الدعوة ولا سرية وإنما هي دعوة واضحة بينة على أي شيء تقوم هذه الدعوة على إفراد الله بالعبادة كما في قوله ألا تعبدوا إلا الله فهذا يشتمل أمرين أولهما نفي العبادة لغير الله من جميع المخلوقات سواء من الأحجار أو الأشجار أو الثمار أو بني آدم أو غيرها وثانيها إفراد الله بالعبادة وإثبات أن العبادة لله وحده ثم قال
إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي أخشى أن يلحقكم العذاب إذا استمريتم على طريقتكم في صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وهكذا الشأن كان يخوفهم من العذاب الشديد في يوم القيامة، ولذا قال عذاب يوم أليم أي مؤلم. وبعض أهل العلم قال بأنه خوفهم من نزول العقوبة التي تستأصلهم في الدنيا. بماذا أجاب قومه؟ أجابوا بالتكذيب والتسفيه وصرف الناس عنه وصدهم عن دعوته، ولذا قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ هم كبار القوم ممن لهم الأمر والنهي وعندهم الوجاهة، وهم رفعاء الناس وأعلاهم درجة، فهؤلاء اغتروا بما هم فيه من رفعة دنيوية، فظنوا أن ذلك يدل على صحة أفهامهم وصدق ألفاظهم وعلو منازلهم ورضا الله عنهم، فهذا من غرورهم وإعجابهم بأنفسهم. ماذا قالوا؟ قالوا له على سبيل الرد لدعوته انطلقوا إلى عدد من الأمور. أولها أن قالوا أنت بشر مثلنا، يداك كيدينا ورجلاك كرجلينا ورأسك كرأسنا وبدنك كبدننا، فكيف تحتج علينا وتزعم أنه قد جاءك ما لم يأتنا؟ وهذا قياس فاسد، إذ استدلوا بالشبه الظاهري على التماثل في كل شيء، وهذا من أسباب الضلال. ويدلك هذا على ما هم فيه من غفلة عن حقائق الأمور وبواطنها. وأما حجتهم الثانية فقالوا بأنه لم يتبعك أحد إلا من سار معك بغير تفكير ولا ترون، فلذا قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني لم يسر معك على طريقتك إلا أراذل الناس وسفلتهم، وهؤلاء إنما اتبعوك بدون تفكير. وهذا معنى قوله بادي الرأي، يعني أنهم ليس عندهم تفكير عميق، وإنما يلتفتون إلى ظواهر الأمور دون بواطنها. وهذا يدلك على ما هم فيه من كبر وتكبر على الخلق، فإنهم لما رأوا أن بعض متع الدنيا عندهم كان ذلك سبباً في إعجابهم بأنفسهم وتكبرهم على غيرهم. وأما حجتهم الأخرى فقالوا وما نرى لكم علينا من فضل، يعني لا مزية لكم حتى تكونوا المؤمنين ونكون نحن الكافرين، فما هو الذي جعلكم تمتازون علينا وتكون درجاتكم أعلى من درجاتنا ونحن الملأ من كبار القوم ممن لهم المكانة والمنزلة ممن عندهم الإمكانات الدنيوية. وأما حجتهم الرابعة فهي الرمي بالكذب بدون مستند، ولذا قالوا بل نظنكم كاذبين، أي تخبرون بخلاف الحق والواقع. فرد عليهم نوح عليه السلام ردا يوازي شبهاتهم ودعواهم الباطلة، فقال صحيح أني بشر مثلكم، ولكن عندي دليل وبرهان ووحي نازل من عند الله
جل وعلا، ولذلك فأنا على بينة واضحة ودليل جلي وحجة دامغة. ولذا قال يا قومي، فناداهم بالقرابة النسبية بينه وبينهم ليثير حميتهم وليجعلهم يعلمون أن هذا الرجل منهم، وبالتالي يريد لهم الخير. فقال أرأيتم، أي قدروا وانظروا، إن كنت على بينة من ربي فانظروا في دليلي، فقد يكون فيه من الحجج ما يجعلكم تقنعون بما ورد فيه. ثم قال وآتاني رحمة من عنده، يعني أن الله أنزل عليه الوحي، وكأنه يقول ما المستبعد في أن ينزل الوحي علي مع كونه لم ينزل عليكم، فإن الله هو المتصرف في هذا الشأن، وبالتالي ينزل وحيه على من شاء من عباده ويختص برحمته من يشاء. وسمى الوحي رحمة لأنه سبب خير وهداية وصلاح أحوال وسبب استقامة العبد في أموره، ينزل الله عليه الخيرات ويتابع عليه الفضائل بتمسكه بالوحي. وأما المناهج العقلية والطرائق الفلسفية فلا تغني عن العبد شيئا، وإنما الحجة والبرهان فيما جاء به أنبياء الله عليهم السلام. ولذا قال فعميت عليكم، أي أنكم لم تنظروا في هذه الحجج والبينات، وبالتالي لم تستطيعوا معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل. فإذا كان الأمر كذلك، هل أقوم بإجباركم وإكراهكم على الدخول في هذا الدين وأنتم له كارهون أن ألزمكموها؟ أي هل نلزمكم بهذه الحجة ونجبركم عليها وأنتم غير راغبين فيها؟ وذلك أنه بين لهم أن الهداية إنما تكون بالاستدلال على صحة الحق بالأدلة والبراهين الدالة عليه. وثم قال ويا قومي، تذكيرا لهم بالقرابة النسبية، لعلها تكون سببا من أسباب تفكيرهم ليعلموا أن هذا الرجل إنما يريد لهم الخير. فقال ويا قومي، لا أسألكم عليه مالا، أي هذه الرسالة وهذه الدعوة للحق لا أريد منكم جزاء عليها، فلا أطلب أجرة على هذه الدعوة، وإنما أجره على الله. فقال إن أجري إلا على الله، فهو الذي يجازي من قام بالدعوة لدينه بالجزاء الحسن. ثم قال تطالبونني بأن لا يكون معي أراذل القوم على حسب زعمكم، وهؤلاء هم الذين اهتدوا وهم الذين فكروا وهم الذين تأملوا في الحجج والبراهين فأسلموا. ولذلك قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، أي هؤلاء الذين أسلموا بنبي الله، هؤلاء حقهم التكريم والاحترام والتقدير، وليس مما يجازون به أن يطردوا أو يهانوا أو يتكلم عليهم. ثم قال إنهم ملاقو ربهم، أي سينتقلون من هذه الدار إلى الدار الآخرة فيسألهم عن أعمالهم، ومن ثم فالسؤال سيكون للجميع. فمن آمن من هؤلاء القوم فينبغي بنا أن نتلقاه بالبشر والسرور،
لا أن نقوم بطرده، فإنه سيلاقي ربه وسيسأله عن استجابته لدعوة الحق، ومن ثم ما عذرنا من الله إن طردناه. ثم قال: ولكني أراكم قوما تجهلون، أي هؤلاء الذين كذبوا نبي الله إنما كذبوه بجهلهم، فمرة استعملوا القياس الفاسد بظنهم أن الشبه في الصورة يستلزم التماثل في الأحكام، ومرة باحتقارهم للآخرين وإنقاصهم لمكانتهم ومنزلتهم، ومرة بإعجابهم بأنفسهم وفخرهم بها، ومرة ببث الدعايات الكاذبة بنسبة الكذب إلى نبي الله، ولذا كانوا من القوم الجاهلين. ثم قال: ويا قومي، تذكيرا لهم بالقرابة التي بينه وبينهم، من ينصرني من الله إن طردتهم، يعني أنني إذا صددت بعض عباد الله عن دعوة الحق فستنزل بي عقوبة من الله جل وعلا، وحينئذ إذا نزلت العقوبة فلن يتمكن أحد من نصرتي، ولن يتمكن أحد من صد العقوبة التي تنزل من رب العزة والجلال. وحينئذ قال لهم: أفلا تذكرون، أي هل لا تأملتم ونظرتم في عواقب الأمور مما يجعلكم تستجيبون لدعوة الحق ولا تترددون في قبولها؟ ثم بين لهم أنه لا مزية عنده إلا بالوحي، وبالتالي لا يصح لهم أن يحتجوا عليه بعدم وجود أمور الدنيا بين يديه، فقال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، وإنما خزائن الله عنده جل وعلا، ومن ثم فلا يكونن من أسباب رد دعوة الحق أن القائمين عليه لم يوسع الله لهم في دنياهم. ثم أقر لهم عن نفسه بأنه لا يعلم الغيب، وبالتالي فهو لا يعلم ما في ضمائرهم وما استكنت عليه قلوبهم، وهو لا يعلم ما يكون في مستقبل الأيام وما يحصل في قادم الأوقات، وكذلك لا يعلم من يكون له عاقبة الخير ولا عاقبة السوء، وبالتالي اعترف بحقيقته أمامهم، ولكنه إنما فضل عليهم بالوحي الذي أمر بإبلاغه. ثم قال: ولا أقول إني ملك، يعني لست من الملائكة الذين اصطفاهم الله جل وعلا، وإنما أنا بشر مثلكم. ولو تأمل الإنسان لوجد أن المقارن للعقول أن تكون الأنبياء بشرا لا ملائكة. ثم قال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تستنقصونهم وتقللون من منزلتهم وتظنون أنهم ليسوا على درجة عالية بناء على عدم وفرة المال في أيديهم، أو بناء على مزاولتهم مهنة من المهن تستقلون أصحابها وتحتقرونهم، فقال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. فهؤلاء لما آمنوا وصدقوا واتبعوا نبي الله فيجعل الله لهم الخير دنيا وآخرة، ولذا قال: الله أعلم بما في أنفسهم، أي هل هم مؤمنون حقيقة أو لا، وما الذي يضمرونه في صدورهم. ثم قال: إني إذن
أي إذا طردت هؤلاء الأتباع أو استنقصت مكانتهم ومنزلتهم إني إذن لمن الظالمين، ظلمت نفسي بإقدامها على معاصي الله وإحجامها عن طاعته. بماذا جاوبوه؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. لما أوردوهم الشبهات أعجبوا بها، فلما رد عليهم الرد المقنع بالدليل الواضح قالوا: نحن لا نحب الجدل ولا نسعى إليه. ولذا قالوا: يا نوح قد جادلتنا، أي رددت الكلام معنا فأكثرت جدالنا، وبالتالي هذا جدال لا نسلم له. وإنما طلبوا منه طلبا على جهة التعجيز له والتقليل من مكانته، فقالوا: إن كنت صادقا فأتنا بما تعدنا من نزول العقوبة التي تخوفنا منها، فأتنا أي أحضر العقوبة، بما تعدنا أي بما تخوفنا منه من العقوبات إن كنت من الصادقين. ولكن لم يفكر هؤلاء، فإنه إذا نزل العذاب والعقوبة فحينئذ لا وقت لديهم ليؤمنوا، ومن ثم يكونون قد فوتوا الفرصة. وبالتالي نعلم أنهم إنما تكلموا بهذا الكلام على جهة التعجيز لنبي الله نوح عليه السلام، مع أنهم لو فكروا لعلموا أن الإتيان بالعذاب من الله جل وعلا وليس من نوح. ثم لو تأملوا لعلموا أن تأخير العذاب إنما هو لصالحهم، ويحقق ما يعود عليهم بالخير بحيث يوجد لهم فرصة يتمكنون فيها من التفكير والتأمل وإعادة النظر. ومن هنا فهم إنما يطالبون بما يلحق بهم الضرر والسوء. ثم فرد عليهم عليه السلام في قوله: إنما يأتيكم به الله، فالعذاب أمره إلى الله ليس لي، وإنما شأني أن أبلغكم رسالة ربي وأن أخوفكم من عذاب الله جل وعلا. فقال: إنما يأتيكم به الله، يعني بالعذاب إن شاء، فالمشيئة إلى الله وليست إلى نبيه، وما أنتم بمعجزين، أي إذا جاءت عقوبة الله فلن تستطيعوا رد هذه العقوبة ولن تستطيعوا النجاة. ثم قال تعالى: ولا على لسان نوح ولا ينفعكم نصحي، أي مهما بينت لكم وأوضحت لكم من الحجج والبراهين فإنكم لن تؤمنوا إلا إذا شاء الله تعالى إيمانكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، أي أوضح لكم الطريق. فالناصح من الشيء الأبيض السليم من جميع ما يشوبه من الشوائب. وهكذا كانت دعوة الأنبياء نصيحة لأقوامهم. قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إذا شاء الله عدم هدايتكم فإنكم لن تهتدوا، وإنما الواجب علينا إبلاغكم والنذارة والتخويف والترهيب. ثم قال: هو ربكم، أي هو المتصرف في جميع أحوالكم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وإليه ترجعون، أي بعث تموتون ثم تعودون إلى الله بعد البعث ليحاسبكم على أعمالكم
ومن ثم كأنه يقول لهم استعدوا لهذا المصير المحتوم باستجابتكم لدعوة نبي الله عليه السلام. ثم قال أم يقولون افتراه؟ قد يكون القائل قوم نوح، وافترى يعني افترى ما جاء به من الوحي، وقد يكون القائل من كان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يزعم أن هذا القرآن مفترى أي مكذوب. فرد عليهم بحجة عقلية فقال إن افتريته فعلي إجرامي، وحينئذ ما فائدتكم من صد الناس عن دعوتي وأنا بريء مما تجرمون، أي أنني لا يلحقني شيء من المأثم ولا من العقوبة بسبب إجرامكم متى كنت مواصلا الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة في قصة نوح عليه السلام. فمن تلك الفوائد أن الله يصطفي من عباده رسلا يرشدون الخلق إلى الحق، وقد انقطعت الرسالة بموت محمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذه الآيات تحذير المعرضين من العقوبة السيئة في يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآيات أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون واضحة وظاهرة لا خفية، ولا تعتمد على رمز وإشارة، وإنما يكون من شأنها الوضوح. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن صرف العبادة لغير الله من الأمور المحرمة بل هي من الشرك. وفي هذه الآيات بيان ارتكاز دعوة أنبياء الله على التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ومن ثم لا يصح لأحد من الخلق أن يعبد غير الله سواء كان ملكا أو وليا أو نبيا أو صالحا أو جمادا أو حيوانا، بل الواجب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. فلا يصح لنا أن نذبح على جهة القربة لأحد دون الله، لا من ولي ولا من ملك ولا من غيرهم، وهكذا لا ندعو إلا الله ولا نصلي إلا لله جل وعلا. وفي هذه الآيات اعتماد الدعوة على لسان الشفقة والرحمة وذكر المشتركات التي تكون بين الداعي والمدعو، لعل ذلك يكون سبب من أسباب هدايته واستجابته لدعوة الحق. وفي هذه الآيات أن الغالب في حياة الأمم أن الوجهاء والسادة والكبار يعرضون عن الدعوة ولا يستجيبون لها، وما ذاك إلا لتكبرهم وتفاخرهم وتعاظم نفوسهم عندهم. ويكون الغالب في أتباع الأنبياء أن يكونوا من الضعفاء والمساكين. وفي هذه الآيات احتجاج الكافرين على أنبياء الله بأنهم بشر يماثلونهم، وهذا قياس فاسد
لأنه مبني على الصورة الظاهرة دون حقائق الأمور، واعتماد القائس على الصورة الظاهرة يقال له قياس الشبه، وهو قياس فاسد لا يصح التعويل عليه. وكم نجد من أمرين متشابهين في الصورة لكنهما مختلفان في الحكم. انظر مثلا إلى الحيوانات، بينها تشابه في الصورة الظاهرة ومع ذلك تختلف في أحكامها. وفي هذه الآيات من الفوائد أن أهل الباطل يحتقرون أهل الحق ويحاولون أن يقللوا من منزلتهم، والواجب على أهل الحق أن يتمسكوا به وأن يسيروا عليه وألا يتخاذلوا عن نصرة الهدى مجاملة لأحد من الخلق. وفي هذه الآيات أن العبد قد لا يرى إحسانا لغيره عليه، وهذا لا يدل على فساد طريقته ولا على بطلان منهجه الذي يسير عليه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن كل إنسان يتهم غيره ممن لا يوافقه بنقصان العقل، ولذا قال الملأ عمن اتبع نوحا بأنهم بادي الرأي، أي أنهم بمجرد ورود أي رأي عليهم يصدقونه ويلتزمونه. وفي هذه الآيات أن الدعايات الكاذبة بتكذيب أنبياء الله ستستمر. وفي هذه الآيات الدعوة إلى النظر في الحجج والبراهين وعدم الالتفات إلى الصور الظاهرة. وفي هذه الآيات أن الإيمان بالحق لا يصح إكراه الآخرين عليه، فإن الدين لا يكره أحد عليه، ولذا قال نوح أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وفي هذه الآيات تحريم كراهة شرع الله أو كراهة شيء من أحكام شرع الله، فكراهة شيء مما جاء في شرع الله عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب والآثام. وفي هذه الآيات ترفع الدعاة عن طلب الأجرة على دعوتهم إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يتكفل بأرزاقهم. وهذا نوح كان يقول لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وفي هذه الآيات بيان أن العباد جميعا سيلاقون الله وسيحاسبهم على أعمالهم، وبالتالي فإن هذا يجعل الإنسان لا يحتقر الآخرين ولا يقلل من منزلتهم، ويقبل الحق ولو جاء به من يرى نقصان حاله، فالعبرة بالحق لا بناقله. وفي هذه الآيات أن من ترك الحق وسار في ركاب الباطل فهو جاهل. وفي هذه الآيات من الفوائد أن النصر بيد الله ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. وفيها أن من خالف منهج الله ولم يسر على طريقة شرع الله فهو مخذول، لن يتمكن أحد من نصرته، ولذا قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وفي الآية دعوة إلى التذكر بتأمل ما مضى وقياسه على ما يأتي ليكون ذلك سببا من أسباب
صلاح أحواله وقوله هنا في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن من ناصر أهل الحق نصره الله، ومن آوى الضعفاء والمساكين فإن الله جل وعلا ينصره. وفي هذه الآيات إقرار أنبياء الله عليهم السلام بواقعهم وحالهم، فلا يدعون شيئا لأنفسهم ولا ينسبون إليها كذبا وزورا ما لا يصح نسبته إليها، بل يكونون صادقين فيما يدعونه لأنفسهم. وفي الآيات التذكير بقدرة الله جل وعلا، فهو المالك لخزائن السماوات والأراضين، وهو عالم الغيب جل وعلا. وهذا يدعو الإنسان إلى التأله لله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يحتقر شخصا ويكون عزيزا عند الله كبير المقدار لديه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان لا يصح له أن يحكم على الآخرين بجنة أو نار، فأمر ذلك إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد أن أهل الباطل يقبلون من أنفسهم كثرة الكلام والجدل، ولا يقبلون من أهل الحق رد شبهاتهم ولو كان ذلك باللفظ اليسير. وفي هذه الآيات أن من أراد الله شقاءه فإنه يطلب إنزال العقوبة عليه، ولم يعلم أنها إنهاء لفرصة إيمانه وتصحيح حياته. وفي هذه الآيات أن الجدال بالحق مطلوب مرغب فيه بخلاف الجدال بالباطل. وفي هذه الآيات إسناد الأمر إلى الله، فهو الذي يعاقب وهو الذي يتصرف في الكون جل وعلا. ومن هنا يعلم الإنسان بأنه غير قادر على دفع العذاب عن نفسه متى أنزل الله به العذاب. وفي هذه الآيات الترغيب في نصح الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أن الهداية والغواية بيد الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الهداية لها أسباب، ولكن الذي يخلقها في القلب هو رب العالمين جل وعلا. وفي هذه الآيات إعادة نظر الإنسان إلى ربه الذي لا زالت نعم الله عليه تترى. وفي هذه الآيات بيان أن ما نزل على أنبياء الله صدق وحق، وأن هذا القرآن إنما هو كلام الله ليس بمفترى وإنما هو كلام تكلم الله به حقيقة. وفي هذه الآيات أن الإنسان يتبرأ من حال المشركين وعبادتهم لغير الله جل وعلا، فإنه مقر بأن العبادة حق خالص لله تعالى، ومن ثم فإنه لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا.
ولعلنا أن نستكمل سورة قصة نوح في سورة هود في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.